الفلاح هو السبب الوحيد ديال الأسمنة اللي مرتفعة. واش بنادم اخويا كان كيجيب 20,000 شي تسوق بها، ولا اش خاصك مليون 100,000 اخويا؟ من غنجيبو حنا 100,000؟ راه كاين الله، الناس ولات كتشد تشري الديسير غير بعينيها، اللي هو موظف والله ما غيبقى يشري الديسير، وهذا وعد. والمحروقات اللي تزاد خلنا، والمحروقات اللي تزادت بدون سبب، هادشي كامل كياكلو الدرويش هو اللي كياكل العصا. الفلاح اللي داير الثمن عنده في الفيرما، ماشي القناي وماشي القراد، الفلاح هو السبب الوحيد ديال الاسمنه اللي مرتفعه، اللي هما حاكمين السوق ديال الديسير وديال الخضار. هذه شهاده ديال الله، كنطالبوا من الفلاح، كنطالبوا من الفلاح الله يرأف بينا، يرأف بينا. راه كاين الله، راه كاين الله، الناس ولات كتشد تشري الديسير غير بعينيها، راه مازال غادي يزيد يتزاد العام الجاي ولا العامين الاخرى، اللي هو موظف والله ما غيبقى يشري الديسير، وهذا وعد. وغيوصلوا على هذا الفيديو هذا العامين الجاي والله ما غيبقاو. خويا كنا كنجيبوا معنا 20,000 تنتسوقوا بها خويا، دابا ولا اش خاصك مليون 100,000 باش تسوق؟ تجي كتسول اخويا العنب كيقول لك 10 دراهم، شحال نبيعوا ولا برا اخويا ب 400؟ كتسول الشاديه كيقول لك 15 درهم، الخضره اللي معوده شويه خويا راه بزاف الناس هذا راه باغيين يشردونا ولا ما عرفت. واش بنادم اخويا كان كيجيب 20,000 شي تسوق بها، ولا اش خاصك مليون 100,000 اخويا؟ من غنجيبوا حنا 100,000؟ اللي عنده تسوق واللي ما عندوش، الناس اخويا ما عادش باغي يمشيو نشافروا ولا ما خويا. الاولى والاخرى الله يدير الشاوي، ربي راه فوق منا، طالبين على حقنا اخويا. الشاده راه بزاف اخويا، ولا زيدنا لنا في خضار الديسير بزاف. اش باغينا هاد الناس اخويا؟ باغيين يشردوهم، غتمشي تشفر يشدوك، غتمشي دير اي حاجه غيش. الناس راه بزاف اخويا، هاد الاولى والاخرى يا ربي دير الشاوي يا ربي، يا الله ياخذ الحق. اسباب ديال ارتفاع الفواكه، اولا يعني الفلاح ولا تطلع لي يعني اي حاجه، يعني عنب، يعني عنب، يعني شي سويله، يعني شي بصله، يعني شي كذا، شي يعني تطلع بميزانيه. اولا الدويان غاليه، ثانيا التمويل، يعني الفلاح ولات كتطلع بميزانيه، يعني الاقتصاد من طيح الله اعلم، يعني احنا خاصنا شويه ديال العوين. ثانيا الوكال اللي غياكل برا ضعيف، ما كيقدرش ياكل العنب مثلا 300 ولا 260، يعني الراجل الحاله ضعيفه ما يقدرش يدير ولادو 2 كيلو ولا 3 كيلو ديال العنب. حنا كبيع وشرايا، حنا كبيع وشرايا شاري العنب بثمن مثلا كنشريو 160 ريال ولا 180 ولا 1000 فرانك، كنقلبوا على 10 ولا درهم ما بقينا لاقيناش، فهمت؟ يعني اقتصادنا طايح، ناقصنا مراقبه، ناقصنا تنظيم، ناقصنا عوين، ناقصنا الدعم. نقول خويا اللي كاين، ويعني البيع والشراي، حنا كبيعنا كبيع وشراي، ياك كنت بيع وشراي وبيع وشراي كبير، انا تنحس براسي ما بقيت كنساوي حتى حاجه مثلا، يعني السوق ما بقاش عاطينا، يعني فلاحه ولا بيع وشراء ولا كذا، وليت تمشي تقلب على بيع وشراء. معلوم ناقصنا التنظيم، واحد الحاجه ناقصنا مراقبه، وثالث حاجه انا اليوم مشفور من الكاميو ديالي، طالع لي الكاميو ديالي شافري لي 12 صندوق، 12 صندوق ب 32,000، انا ما مصورهاش اليوم، ما مصورش مثلا حتى 4,000 ولا 5,000. السوق عنده خصائص في الامن، اقسم بالله ناقصنا الامن، ناقصنا مراقبه، ناقصنا التنظيم، والله سبحانه وتعالى يفرج هذا الشيء الله من عنده. وحتى الناس مسؤولين، وحتى الناس هذا راه خاصهم يراقبونا، يراقبوا الدراوش او يراقبوا البيع والشرايع، لاننا ما بقى عندنا حق، ربما والله ما بقى عندنا حق لا في بيع وشرانا، ما بقى عندنا حق في 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 في, في, في باركه، ما بقى عندنا حق في حتى شي حاجه. انا دابا مده عامين وانا غادي اللور، انا بيع وشراي ما كنمنكش السوق 24 ساعه على 24 ساعه،
والله العلي العظيم لعامين دابا عمرنا ما تصورنا شي حاجه. غادي نلور اللور احنا باقيين غادي الان غنوصلوا الله اعلم وما لقيناش لمن نشكيو هذا الشيء. والله يعني خاصنا شي واحد يشكيو لي هذا الشيء فهمت. الاثمنه منين غتهبط الله اعلم، الاقتصاد منين غيهبط او يطلع الله اعلم. المهم حنا خاصنا من يراقبنا، ولا ما كانش غيراقبنا شي واحد راه امرنا لله سبحانه وتعالى. هذا هو الكلام الكبير خويا. الغلاق كاين عند موالي على برا، سمعتيني؟ احنا ماشي مغلين، عاد الفلاح باش تعرف هاد القضيه هادي اخويا. ايوا السوق هو ملي كتجي السلعه السوق هنايا، السوق هو اللي كيحكم، هو المعلم. وخا يشتري بالغلا عاد مواليه يدخل السوق كيولي كلام اخر، سمعتيني؟ يعني اللي غيفسر لك السوق غتلبسو معاه، وخا تكون شاري ب 300 غيخيط لك السوق هنايا ب 100 غتبيع ب 100. فهمتيني اش بنوصل لك اخويا؟ اسمع، ما كاين حتى شي حاجه شي ضروره اللي هو نقولوا على حسب التجاره وداك الشيء. اسباب الغيله جايه من برا، الغلا البطاطا خدمها 560 جات من برا 9 درهم، دخلوا لنا المسؤولين باعونا احنا 260 500. لا عندهم شي حاجه جماعه، عندهم فرقوا البطاطا صبحت بجوج درهم لا يمكن. عطوني شحال غادي يدير لك؟ غادي يعطوا المواد غلا، الدواء غاليه، فوسفات عندنا احنا في البلاد كناخذوا الفوسفات كناخذ فيه ب 25 درهم 30 درهم باش كناخذ فيه. ما يمكنش باش غادي يكون هذا الشيء ديال التأمين. عدادي الماء ما كاينش، البير كانت فيه كان يخدم 24 ساعه على 24 ساعه ما بقاش. الماء ما كاينش، والمواد يعني الثمنه ديال المواد غاليه ديال الدواء. الانسان ما كاين حتى شي ثمن. البصله دابا حاليا دابا في مكناس ما كاينش اللي كيهضر معاهم. ما كاينش اللي كيهضر، البصله دابا 30 ريال وطالعه الميزانيه، وطالعه هي بجوج درهم على الفلاح. على الفلاح انا بطاطا طالعه لي 100 درهم، زرعتها فلاح، انا فلاح طالعه لي 5 درهم الكيلو. ما يمكنش كي داير هادشي ديال البيع راه 40 ريال والبيع 2 درهم. شكون هذا اللي غادي، شكون هذا اللي غادي يجاوبك على هادشي؟ بحال هذا سوق الجمله مشتت، ها هو سوق الجمله مشتت، كل كمية في بلاصه في بلاصه، شكون اللي غينظمو؟ شكون اللي غينظمو؟ شكون اللي غينظمو؟ شكون اللي غينظمو؟ فين هو التنظيم ديال السوق؟ هو مشتت. هادشي دابا ما خصوش يكون، خاص يكون كل السلعه تدخل الاكريو داخل، شدوا الباندورات. نعم كاين بلاصه حنا كنجيب فايا كنخلص فيه، راه عندي جوج فايا جايين من مراكش باش كنخلص فيهم، كنخلص فيهم 60 راه لايح مو في الشمس راه. والسوق خاوي دخلت لداخل كيقول لك اخويا بلاصتي انا نعرف عامر، بغينا نعرف واحد البلاصه وتجي التاجر تدوي مع شي واحد يجي كعساس الشمكاري دور فك يجي يدوي يشردك بجنويه كتشوف حتى كتسمح وتزيد. خاص السوق يكون منظم، خاص السوق يكون كاين تنظيم كلشي. لا تاجر، لا تاجر، لا تاجر، لا تاجر ولا شناق، خاص يكون السوق منظم. كلشي ارتفاع على حسب الفواكه، كاينه اللي قليله كاينه اللي موجوده. الاثمنه ما مقاداش ديال الفواكه دابا، واش السلعه دابا بحال الشاديه دابا راه قليله. الشاديه راه كاينه من 12 درهم حتى 16 درهم على حساب الكاليبراج، على حساب الكاليتي عاوتاني، لان راه موجود الوقت ديالو، راه كاينه 12 درهم 11 درهم، يعني راه ماشي غاليه. وبالنسبه كاين قله المياه، راه المياه راه كتلعب واحد الدور كبير. الناس راه طالعه عليها الفلاحه بالثمن، راه كلشي ولا بمصاريف. هادو هما الاسباب اللي كيخليو كلشي هادشي مرتفع دابا. الباكور هو راه الماء قليل، ما كاينش باش غادي يسقيو هاد الناس. راه الاغلبيه دابا اللي منجح شي عشرات الكرمات راه تيطلب لهم الثمن. فين هو الباكور؟ راه ما كاينش. دابا الباكور راه داير 30 درهم 35 الكحله. اما البيض دابا الوقت ديالو راه موجود، كاينه 12 درهم كاينه 11 درهم، يعني في متناول ديال المواطن، راه ماشي غالي كاع بزاف. مازال الايامات الاولى ملي كيكون يلاه بادي كيكون غالي. حب الملوك توا قليل هذا العام بزاف، هو اللي قليل، هو اللي نقولوا بالنسبه قليل بزاف، راه 70 درهم 80 درهم هنا قليل بزاف. الحب ما كاينش هذا العام. يعني الحب ماشي من الضروريات، اللي عنده راه غادي يقدر ياكل، اللي ما عندوش راه يبعد منه واش بغاه. مالو هو خبز غادي ياكلو بزز، يعني في متناول ديال غد تقدا غتاكلو، ما في متناول ديال بعد منه. حنا تنهضروا دابا لا بغيتي نهضر
يعني يهضر على شي حاجه اللي ضروريه للمواطنين هي اللي ما كنحبوهاش تكون غاليه. بالنسبه للغلاء اللي كاين مؤخرا خصوصا على مستوى الفواكه، صراحه كاين عنده مجموعه من الاسباب، كاين اسباب مباشره غير مباشره. يعني كيف شفنا مؤخرا صراحه كان واحد شويه ديال الغلاء في الخضره. حاليا الخضره راه خلاص راه موجوده بزاف، رخيصه لواحد الدرجه ما تصورش على البال، كل شيء رخيص في الخضره. اليوم كنتلاقاو مع هذا المشكل ديال الديسير ديال الفواكه، خصوصا التفاح والبنان وحب الملوك، ولا بغينا نقولوا حتى الكرموس الهندي حتى هويا. بالنسبه للبنان، البنان خاصنا بعدا نعرفوا انه كاين مجموعه من المعطيات. البنان هو انه كيبدا في الاول ديال شهر 8 كيبدا الانتاج ديالو، كيعرف الذروه ديال الانتاج ديالو في شهر 1 و 2. من شهر 1 و 2 كيبدا يتناقص الانتاج ديالو، كيبدا يتناقص نظرا للاستهلاك والاقبال الكبير اللي كيكون عليه. بالتالي ملي كيوصل لشهر 5 يعني كيعرف واحد نقص كبير وحاد على مستوى ديال التزود عبر داخل اسواق الجمله. وهذا الشيء اللي كيخلي ان هذاك الميزان ديال العرض والطلب انه كيخسل، وكيولي لنا جات يعني التحصيل الحاصل انه كيولي الاثمنه مرتفعه. غير هو الاثمنه ديال هذه السنه هذه يعني اثمنه هي غير مسبوقه، شيء ما عمره ما كان في التاريخ. احنا دابا تقريبا واحد 30 سنه احنا كنعيشوا في البنات، شيء ما عمره ما كان في التاريخ. وهذا الشيء راجع بالدرجه الاولى ونقص وضعف ديال التساقط الخلطات المطريه. خصنا نعرفوا انه كمعطى يعني راه المغرب راه تقريبا واحد 3 سنين 4 سنين هو كيسوفر ضد الجفاف، يعني مساله ماشي سهله بزاف، وخاصه المنطقه ديال سوس. يعني كنشوفوا على انه حتى في هذيك السنوات اللي كان فيها اللي كيف نقولوا حنا بلغه السوق انه كانت فيها العام الصباب اللي كتكون فيها الشتاء، سبحان الله العظيم اكادير ما كانتش كتطيح فيه الشتاء. وحنا كنعرفوا على انه يعني الدرك يعني هذاك الضغط اللي كيكون على المنطقه ديال سوس خصوصا على مستوى الانتاج. يعني سوس راه منطقه راه فلاحيه بالدرجه الاولى، راه منها راه كتجي الخضار وكتجي الفواكه بواحد الشكل كبير وكبير بزاف. بالتالي يعني كيعرف واحد الزعزعه هذه على مستوى الفرشه المائيه. هذا بالنسبه للبنان. ولكن من هنا حنا كنقولوا دابا مادام حنا اليوم حنا في الاوائل ديال شهر 7، يعني هذا الشيء راه بدا غادي كيتراجع الثمن ديالو، غادي يتراجع شيئا فشيئا، والامور غترجع ان شاء الله تعالى للنصاب ديالها في الاول ديال شهر 8. كتبدا السلعه الجديده، كنقولوا حنا السلعه الجديده يعني ديال العام الجديد. هذا الشيء بالنسبه للبنان. بالنسبه للتفاح حتى هو نفس الشكل، التفاح حتى هو كيبدا في النصف شهر 9. التفاح اللي كنعرفوا التفاح ابيض والتفاح احمر كيبدا في النصف شهر 9، وكتنتهي المده دي يعني كينتهي تقريبا في اواخر شهر 5. حتى البنان ماشي وقته، حتى البنان ماشي وقت ديالو، التفاح ماشي الوقت ديالو. حاليا الوقت ديال السويهله، ديال الدلاح، ديال البطيخ، ديال حبل الملوك، ديال الخوخ، ديال الشهديه، هذه كلها هاد السلع هذه هو الوقت ديالها دابا. غير هو هاد السلع هذه راه كاين واحد النقص حاد على مستوى الانتاج، والسبب الكبير بزاف راه هو ضعف ديال التساقطات المطريه، الغلاء ديال البذور. صراحه كاين واحد الغلاء كبير وكبير بزاف، كاين الزريعه اللي الدوبلات 3-4-5 المرات الثمن ديال اللي كان في السنوات اللي قبل. كاين الدلاع مثلا حتى هو كاين عنده واحد الاكراه اخر من غير الماء، وهو الاكراه ديال التصدير اللي باقي حاليا نيس فعلا باقي التصدير حاليا ديال الدلاع، حتى هو كيأثر على 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 على, على, على سميتو على الوجود ديالو داخل السوق المحلي. وهذا الشيء ان شاء الله تعالى حنا كنطلبوا من الله تعالى يعني تكون واحد يكون واحد شويه ديال الماء، تكون واحد يعني شويه الشتواء اللي ان تعيد الحياه للطبيعه والفلاح بشكل. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا فلاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.